عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بألف صحة إن شاء الله، والله يكمل علينا شهر رمضان وحنا بألف صحة وعافية. اليوم غندير معكم بداز بتفاية اللي غادي ندير فيه كيلو ديال الدقيق ديال الذرة، وتبعوا معايا المراحل والمقادير وفرجة ممتعة إن شاء الله. هنا أول حاجة درتها البنات عندي الحيمات، درتهم مع البصلة وشوية ديال زيت العود، ودرت معهم سكنجبير والخرقوم والإبزار، ودرتهم يتقلاو كما كتشوفوا. وغادي ندوزو البنات باش نديرو المرحلة الثانية اللي غادي ندير فيها المقادير ديال البلول بوحدهم، اللحم طيبته بوحدو كما كيبان لكم في الفيديو، والبلول غادي نديرو في القدرة بوحدو اللي غندير فيه البصلة. البصلة كبيرة درتها ترونشيات، درت معها شوية ديال الخرقوم، نفس المقادير، شوية ديال الإبزار وشوية ديال سكنجبير وزيت العود، وغنردهم حتى هما بدورهم يتشحروا مزيان، وغنبلل بالماء طايب. وغندوزو المرحلة الثالثة اللي غادي ندير فيها البصلة ترونشيات، تكون كتيرة البنات، خمسة ديال البصلات كبار، وغندير معاهم شوية ديال البزار وشوية ديال زيت العود، وغنخليهم حتى يتبالو، وغندير معاهم غتعاودو تشوفو معايا المقادير اللي غادي نعاود ندير معاهم، حيتاش غنتسنى حتى تتبان ليا البصلة، عاد غادي ندوز باش ندير فيها القوام. وخزو البنات بعد ما كيطيب ليا البلول ديال البصلة اللي درت في القدرة، غنضيف عليه خزو ونتسنى عليه الطيطيب، عاد نرمي القريعة الخضراء. وهذيك البصلة البنات غندير معها الزبيب. ودابا ندوزو للمرحلة ديال باش نصاوبو كسكسو ديالنا اولا بداز، غندير فيه شوية ديال زيت العود، جهد نص كاس ديال زيت العود، كاس تساسبو والماء، وكنبقى كنخدم بيدية وكندلك مزيان البنات. البنات كيبي المرحلة الاولى كيبي الخدمة مزيان وكيبي الماء كتير، جهد كاس كبير ديال الماء تشرب مزيان حيت هو كيشرب الماء، وكنخدم بيدية. بعد ما نخدموها البنات مزيان، كنشد غربال ديال السلك ديال الكسكسو، غربال يكون ديال الكسكسو، وكنغربلو كما كتشوفوا، كنغربلو مزيان. هانتوما البنات كما كيبان لكم، ما تيبقاش فيه دوك الكويرات، عاد كنديرو في الكسكاس وكنردو الفور في القدرة. دابا البنات بعد ما دبلت ليا البصله شويه، زدت
عليها الزبيب اللي في الزيت، وغنزيد عليها نفس المقادير اللي درت مع اللحم ومع الكسكسو، غنزيد عليها الا القرفه البنات، القرفه كتكون هي في البصله، درت عليها سكنجبير والخرقوم، معلقه صغيره والابزار نص معلقه وشويه ديال الملحه، دابا البنات الفوره الاولى ها هي كملات ليا، غنرد الكسكسو في القصريه وغنرشو بالماء مزيان، ونفس العمليه كيبغي الدليك، ونفس العمليه الثانية نعاودو نغربلوه، وتبعوا الفيديو باش تشوفوا المراحل. ما تخافوش البنات من الماء، الماء غير زيدوه حيتاش كيشرب الماء. كما كتشوفوا الغربلوه نفس العمليه كيتغربل، وغنعاودو نردوه للكسكاس ونعاودو ليه الفوره الثانيه، نفس العمليه البنات حتى في الفوره الثالثه كنعاودو نشدوه ونعاودو نسقيوه بالماء ونديرو ليه مليحه، نعاودو نغربلوه ونردوه ثلاثه ديال الفورات بحال كديرو كسكسو. كما كتشوفوا دابا هذه الفوره الثالثه، غنردوه في الكسكاس ونديروا ليه الفوره الثالثه، هنا البنات غادي نزيدو ليه مليحه ونحلوه مزيان بيدينا، صافي البنات بعد ما طاب لينا كسكسو غادي نسقيوه بالبلول ديال البصله اللي درنا في القدره، وغادي نسطفو عليه اللحيمات اللي طيبنا في الكوكوت والخضيره ديالنا، عاد نديرو التفايه ديالنا في الاخير، كيجي رائع البنات. وبالصحه والراحه، والى فيديو جديد ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديروا لي اشتراك في القناه واللايك، ما تنسونيش البنات من اللايكات، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم.